السلام عليكم يا أصدقاء، معكم محمد جيمز في فيديو جديد من جراند أونلاين. في هذه الحلقة ستكون عبارة للاستعداد لتنفيذ عملية سرقة لمحل جواهر الذي يوجد في GTA 5. طبعا نفس تلك عملية السرقة التي توجد في GTA 5 توجد هنا في جراند أونلاين الخاص بGTA سان أندرياس. هذه الأيام كانت صراحة مليئة باحتفالات الكريسماس طبعا في أجواء ثلجية. طبعا لمن لديه حاسوب متوسط فأنصحه بتنصيب ذلك المود، طبعا هو مرخص للأونلاين، وكذلك هو الرابط الخاص به يوجد في المنتدى. وقبل أن أبدأ أعتذر عن الغياب الطويل، كنت أود القيام بمقاطع حول الوركشوب. طبعا هو الأشياء التي كنت طلبتهم مني طبعا مثلا assassination contract والأشياء الأخرى. طبعا يعني حذفت بعض المقاطع لأن صراحة امتلأ حاسوبي بتلك المقاطع صراحة، وقمت بحذفها يعني تنازلت في نهاية المطاف. وكذلك لمن يريد يعني أن يعرف الوركشوب وطريقة عمله فسأنشر مقطع حوله قريبا طبعا، وكذلك التحديثات الجديدة. الآن سوف أذهب للوركشوب لتفقد أمر سأنهي ثم سوف نبدأ في عملية تخطيط لعملية السرقة. أوكي طبعا هذا هو الوركشوب الخاص بي. طبعا كل ما تقومون به هو شراء السيارات القديمة وتقومون بتعديلها لكي تقومون ببيعها بثمن يعني كبير جدا، أو مثلا تقومون بسرقتها. هناك يعني يمكنكم أن تفتحوا تلك الخاصية بعدما أن تصلوا يعني تصل مبيعات سيارتكم إلى 10 طبعا. اوكي حسنا سوف اقوم بالتعديل على سيارة البوليت اعتقد بالاسود، جميل جدا. اوكي الان النيترو، جميل جدا. اوكي الان سوف اذهب الى الحاسوب لاقوم ببيعها. طبعا اذهب هنا للكارت ثم بوليت ثم سيل اكزيت تو كار وركشوب. اوكي تايم جيت تو فيكل. اوكي الان سوف اقوم بايصال هذه السياره يعني الى تلك الدروب اوف بوينت ثم اعود اليكم. لقد عدت اليكم يا اصدقاء. اوكي حسنا هنا ساقوم يعني بوضع تلك السياره هنا. الان سوف get out of the vehicle. اوكي سولت 264 الف دولار، يعني عدد هائل جدا من الاموال. يعني يمكنكم ان تربحوا يعني لما يزيد يعني ملايين دولارات بواسطة طبعا هذه يعني اذا اشتغلتم في الوركشوب. طبعا الوركشوب ثمنه هو 600 الف دولار على ما اعتقد، ولكن لشهر كامل. اوكي الان سوف نذهب الان نقوم بالتخطيط لعملية السرقة الهايس طبعا لمحل المجوهرات. طبعا يعني الخطوات يعني نفسها التي توجد في GTA 5 العادية توجد هنا في جراند أونلاين، يعني نفس محل السرقة يعني فقط بالجرافيك الخاص بGTA سان أندرياس. هذا كله ما في الأمر. لحظة واحدة سأتفقد شيئا في الويستر نوز. في بعض الأحيان تقوم يعني تلك النقاط الخاصة بالمافيا يعني يمكنكم سرقته عندما تعرفون أماكنها، يعني فقط أتطلع لهذه الأخبار. يعني من الجيد أن تتطلعوا لمثل هذه الأخبار. أوكي الآن سوف الآن نلقي نظرة إلى السيتابس تديد شوب جوب. أوكي لدينا ثلاث سيتابس يعني ثلاث مهمات قبل يعني الاستعداد لعملية الهايست. لدينا أولا السيتاب الأولى سكوبتو ديدلي ساش سيكوريتي. أوكي حسنا جو تو شوب أتريديو. الآن سوف نذهب إلى محل المجوهرات فقط يعني لجمع المعلومات، لنقوم بتصوير الأشياء وكيف لنرى كيف هي السيكوريتي مثلا في ذلك المحل، هل الحراسة مشددة يعني، وكيف يعني بعض الطرق لكي نستطيع اقتحام ذلك المكان وسرقته، وكذلك تلك الطريقة التي يمكنكم مثلا استعمال قنبلة الغاز يعني لكي تقوم بتنويم الحراس طبعا لكي تستطيعوا سرقة ذلك المحل. طبعا وكذلك سوف علينا نحصل على ذلك القناع الخاص بالغاز والأشياء الأخرى. أوكي طبعا هذا الشارع لمن يتذكره إنه نفس الشارع الذي يوجد في GTA 5. وهناك كان مايكل وفرانك لين أعتقد، كان مايكل ضرب أحد الحراس هنا عندما وضعوا دراجتهم هنا إن كنتم ستتذكرون. طبعا من لعبوا GTA 5 أو من شاهدوا تلك عمليات السرقة الخاصة بالمجوهرات سيعرفون عن ماذا أتحدث. طبعا هذا هو المحل،
هو محل الملابس، ولكن هو تم تغييره هنا لمحل المجوهرات. كما ترون هو محل الملابس، ولكن في عملية السرقة سيتحول إلى محل مجوهرات. You have found key part to the deactivate to alarm. أوكي حسنا. أوكي لقد وصل وجدنا يعني الكي بايت. أوكي go to the roof. الآن سوف نذهب يعني إلى السطح، يعني فقط نحن الآن نجمع المعلومات. طبعا نقوم بالسيت ابس. أوكي لا بأس. photograph to air vents. اوكي الان سوف نقوم بتصوير تلك الفنتس. اوكي اعتقد هكذا photograph to vents. اوكي لنرى. او you are too far، يعني انت بعيد جدا. you are too far، ما زال you are too far. سوف اقفز هناك لكي استطيع صورة بشكل جميل. deliver to photos to the hotel suite at Mulhanad. اوكي حسنا لا بأس. سوف أخرج يعني أعود أخذ دراجتي لكي أعود للمنزل. الآن لقد أخذنا ما يكفي من المعلومات، طريقة اقتحام هذا المكان والأشياء الأخرى. أوكي جميل جدا، سنعود إلى البيت. أوكي طبعا هما في بعض الاحيان هنا في السيرفر يقومون يعني بتساقط الثلوج. طبعا الثلوج تتساقط يعني من عند السيرفر طبعا. وفي بعض الاحيان يفضل يعني على اللعب تنصيب ذلك المود، يعني فقط للاحتفال بهذه الاجواء فقط. اوكي حسنا قد وصلنا الى المنزل. سيت ابس كومبليت. جميل جدا حصلنا على 140 في الاكس بي. الآن سوف نذهب إلى السيتابس الثانية أعتقد. هذه السيتابس الخاصة بالإكيبمنت، يعني بالملابس والأشياء الأخرى التي سوف نحتاجها في السرقة. Take out employers at Ocean Docks. أوكي يعني هنا سوف نقوم. يعني الآن سوف نقوم بسرقة يعني الملابس وذلك الفان طبعا الذي سوف نستخدمه في الهايس طبعا. أوكي بالنسبة للأصدقاء الذين سوف أختارهم في هذه العملية، يعني سأختار بطريقة عشوائية، يعني اثنان أو ثلاثة يعني على حسب. ولكن قبل أن يعني ألعب معهم سوف أفتش يعني البينج الخاص بهم. إذا رأيت يعني أن البي المرتفع عندهم فلن أسمح لهم يعني بتسجيل المقطع طبعا، حتى لا يحدث هناك بوغ أو لاج طبعا لهم. يعني من الأفضل يعني حتى لا تحدث مشاكل يعني له في عند 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 تصوير المقطع. اوكي لا بأس سوف اقوم بتدمير هؤلاء الاشخاص. steal to uniform steal to van. اوكي سأخذ هذه النقود. جميل جدا. الآن سوف نذهب deliver to van at the hotel suite at Mulhanad. أوكي لا بأس لا بأس. أوكي you have committed a crime Grand Theft Auto. الآن سوف أقوم بتوصيل هذا الفان إلى المنزل ثم أعود إليكم. أوكي حسنا get out of the vehicle. اوكي حسنا بهذا نكون قد انهينا هذه السيت اب. اعتقد انني سوف اقوم بتغيير السكين الخاص بهولديوم، يعني لانه ثقيل بعض الشيء. اوكي لقد قمت بتغيير السكين الى الاندر جوفر كاب. اوكي هذا السكين خفيف نوعا ما. اوكي الان سوف نذهب الى السيت اب الثالثه سيت اب الغاز القنبله الغازيه. يعني سوف نذهب الى سان فيرو. اوكي مثل ميليتاري بيز. سوف نذهب يعني الى القاعدة العسكرية في سان فيرو لسرقة هذه القنبلة الغازية، يعني فقط التي سوف نستخدمها في تنويم الحراس. هذا الشخص لا يوجد القيادة. تتصل بالميكانيكي لكي يحضر لي الموتورسايكل. اوكي اوكي الان سوف نذهب الى سان فيرو. سوف اخذ تلك الطريق المختصر طبعا.
اوكي ساخذ هذه الطريق طبعا لكي اختصر الطريق. الان القفزة سوف انفذ تلك القفزة المذهلة. هيا 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 هيا. اوه هذا رائع، جميل جدا. اوكي الان سوف نذهب الى القاعدة العسكرية طبعا. اجواء جميلة هنا حتى في مدينة سان فيرو، شاهد ذلك الشخص. ها لقد وصلت الآن إلى المكان، جميل جدا. هاي تشيك بوينت تيكاو تو جارد ات إستر بايسن. أوكي أوه لقد بدأوا في التسديد عليه. هيد شوتس، ابلع ابلع أنت كذلك. هيد شوتس، ابلع، جميل جدا. ستيل تو بي إز غاز. أوكي جميل جدا. اوكي الان سوف نذهب الى المنزل. ايفيد وانت تستارت. علي الحذف نجوم الشرطة. اوكي هذا سيتطلب طبعا قليلا من الوقت طبعا. اعتقد انني ساعود الى المنزل. اوكي سيت اب ميشن كومبليت. بهذا نكون قد انهينا التحضيرات للهايست طبعا لعملية السرقة، يعني اعتقد ذلك. اوكي سوف نرى. الان كل ما علينا الان فعله هو طبعا احضار بعض اللاعبين لكي يشاركوا معنا طبعا لكي نقوم بعمل الهايست. طبعا ساختار يعني عشوائيا بطريقة عشوائية البعض منكم لكي يقوم بمشاركتي في هذه السرقة طبعا. لنرى هل هناك طبعا في هذا الوقت طبعا احد الاصدقاء اونلاين لدينا جوستافو وبويت. اوكي هؤلاء الأشخاص أصلا لا يتابعونني. أوكي أعتقد أنني هنا سأوقف، يعني سأوقف هذا المقطع، ولكن قبل ذلك سوف نقوم يعني ببعض الألعاب النارية احتفالا بالكريسماس. طبعا أنا لا أحتفل بالكريسماس لأننا نحن المسلمون لا نحتفل بهذه الأعياد، ولكن هنا في جراند سان أندرياس أو في جراند أونلاين 5 أقصد، يعني يمكنكم الاحتفال بهذه المناسبة يعني فقط كلاعبين. سأحتفل بواسطة الفاير ووركس طبعا لمن لا يعرفه. سأري لكم يعني مثل روكت لانشر ولكن يقوم بالألعاب النارية. أو شاهدوا بوم، منظر جميل جدا. سأعيده مرة أخرى. فاير وورك بوم، منظر رائع ومميز صراحة. فاير ووركس. أوكي أعتقد أنني هنا قد وصلنا لنهاية هذا المقطع. لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ومع السلامة يا رفاق.